من حضرتك توقعاتك لمباراه مصر وتوجو في التصفيات المؤهله للامم الافريقيه. ان شاء الله مصر هتغلب 2-1، محمد صلاح هيجيب جون، وان شاء الله يعني ممكن يجيب الاثنين. ان شاء الله لعيبه مصر ان شاء الله يكونوا في مستواهم، بس اقل حاجه احنا وقت عندنا الاهلي والزمالك صعدوا النهائي، فاللعيبه في احسن مستوى ليهم. واحب اوجه رساله للكابتن حسام بدري، بلاش قصه الاشاره وبلاش القصه دي، لان ما بتخلق نفسيه بين اللعيبه، بس خلي الاقدر والاقدم في المنتخب زي ما هي ماشيه، مش بالاكفأ، لان احنا لو خدناها بالاكفأ هنقعد هتختلف من وجهه نظرك، انت شايف ان صلاح اكفأ، انا شايف تريزيجيه اكفأ، كل واحد بيشوف من وجهه نظره. بس اتمنى ان احمد كوكا يجيب جون مع صلاح وتريزيجيه واحمد حجازي والنني، فالفريق ما شاء الله متكامل. ان شاء الله 2-0 2-0 يعني ان شاء الله 2-0. انا والله بقول 2-0 هنا وهناك 1-0، يبقى حلوه. ان شاء الله ان شاء الله نكسب 2 هنا، وان شاء الله بقى اما نروح هناك حلال كده. يعني عندي احساس ان المنتخب بتاعنا حاسس ان الست نقط دول هياخدهم وما ياخدهم، انما توجو مش فريق مش وحش، وممكن والله يتعادل معانا هناك. يعني اقول هناخد الثلاث نقط بتاعتنا هنا، وممكن يتعادل معانا هناك، وممكن نتعادل في الماتشين دول، فننزل نبقى عارفين احنا هنعمل ايه، مش ننزل ان احنا ضامنين الست نقط دول معانا في جبنا. ان شاء الله يعني صلاح وكوكا والناس دي عاملين، هم عاملين تشكيل حلو اصلا، يعني الناس اللي واخدهم ناس حلوه كويسه الحمد لله. مروان محسن، وعندك ممكن رمضان صبحي برده، راجل تبع عبد الله سعيد، طبعا الناس الاجانب دول انا بتكلم على المحليين، اما محمد صلاح طبعا ليه دور اساسي، ده هو الورقه الرابحه يعني. رمضان لو هيلعب وصلاح ممكن وتريزيجيه. عبد الله السعيد وحمدي فتحي. هو انا بقول يا شحات يا صلاح، ده انا توقعات يعني. ان شاء الله المنتخب يكسب، احنا واثقين طبعا في كل اللعيبه بتاعه المنتخب ولاعيبتنا رجاله، وان شاء الله توفيق، كل التوفيق للمنتخب مصر ان شاء الله. لا احنا عاوزين ننزل الماتش يا قاتل يا مقتول، دول هم اللي هيوصلونا، انما هيجي فريق زي توجو الفرق دلوقتي اتقدمت. ان شاء الله هنكسب، كام دي بتاعت ربنا، بس احنا ان شاء الله كده كده هنكسب يعني ان شاء الله. كله بقى صعب، ما بقاش زي الاول. لا وبيصرفوا فلوس في تريزيجيه، ويا سلام لا، واحمد حجازي برده، ومحمد صلاح لو هنديله كده، بس هيجي ان شاء الله يلعب بقلبه وكده باذن الله.